تتم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل غرس طيب للورى جال بالخلق الفضيل نحو هامات الثرى فيه برهان الدليل من إلى الحق برى لا يهاب مستحيل دون أحلام الكرى يرسم المعنى الأصيل طيف أجسام سرى يغمر القلب العليل فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صناعة الاستقلالية السوية. يقول دوستويفسكي في إحدى روائعه القصصية قبل أن ينطلق القطار بلحظة اقترب أب من ولده واسم الولد مارتان همس في أذنه خذ هذا لك إذا ما شعرت بالخوف أو بالمرض ووضع له حاجة في جيبه ورقة. جلس الطفل وحيد في القطار ما مع أحد من أهله للمرة الأولى في حياته، حطت يده على خده ينظر من النافذة ويتابع المناظر الطبيعية، يسمع ضجة الناس الغرباء بتزداد حواليه، إشي يدخل شيء يخرج للمقصورة اللي هو فيها، حتى مراقب القطار تعجب موجه له عدة أسئلة حول كونه طفل لكنه ما مع أحد، وامرأة أيضا وقفت كده تنظر إليه بنظرة كلها حزن. فارتبك مارتان وشعر بأنه ما هو على يعني على ما يرام، وبدأ الخوف يدخل في نفسه، تقوقع في الكرسي، غرورقت عيونه بالدموع، ثم انطلق بكاء. في تلك اللحظة تذكر همسة أبوه في أذنه أنه دسله شيء في جيبه لمثل هذه اللحظة، فتش الجيب فأخرج الورقة وقرأ بيد مرتجفة ما بالورقة: وإذ بالأب قد كتب يا ولدي أنا ووالدتك في المقصورة الأخيرة في هذا القطار، لم نتركك، لم نتركك لوحدك. يوم اللي قرأ ما كتبه دوستويفسكي حقيقة هدأ هذا الطفل. وأنا حينما قرأت ما كتب هذا الرجل الكاتب المعروف المشهور شعرت أن قراءة الطفل لهذه العبارة كانت بمثابة أكسجين لشخص يختنق أو طوق نجاة لشخص يغرق، لكن هي كلمات أعادت الشعور بالأمن لنفس هذا الطفل. الكلمات مع الموقف مع الجو الذي صنعته هو الذي أعاد لهذا الطفل روحه، أعاد لهذا الطفل سكينته وطمأنينته. حقيقة هذه الواقعة تدفعنا لأن نطرح سؤال: ما الذي جعل الطفل يشعر بالخوف؟ وهذا الخوف أليس هو عبارة عن شعور بعدم الأمان؟ ألم ينتابوا بالتأكيد شعور بأنه أبوه وأمه تركوه وحيد غير مهتمين فيه، وكأنهما قبل أن يتركاه كانا الجدار أو الصخرة التي يستند إليها، وفجأة هذه الصخرة اختفت. بالتأكيد هذا ما يشعر به سواء كنا صغارا مثل مارتان أو كنا كبارا حينما نفقد من كان له من كان لنا سندا، سواء كان هذا الفقدان دائم بالوفاة أو موقف يعني مؤقت بالسفر وانقطاع الأخبار. يضاف لهذا ونحن صغار حينما يختفي والدينا عنا يصيبنا شعور دائم بفقدان السند، يعني هم راجعين لكن نحن لا نعرف أنهم سيعودوا. شعور الفقدان السند عند الصغير لا يمكن أن يفهم فكرة أنه هما ذهبوا وسيعودوا. ليه؟ لأنه أصلا علاقته بالزمن يعني ما عنده تصور حقيقي للزمن، وبالتالي يتصور أن الموقف المقلق سيستمر إلى ما لا نهاية ولن ينتهي. هذا الشعور يزداد قتامة وألم إذا أحيط يعني الطفل الصغير بنظرات الاستغراب والاستهجان أو الشفقة أو الريبة تماما كما حصل مع مارتان.
لذا فإن من يريد أبناء أسوياء عليه أن يتذكر أنه لا بد من إطلاق أجنحتهم ليحلقوا في هذه الحياة. وعلينا أن نتذكر أن الطيور بالفطرة التي خلقها الله عليها لا تنقر صغارها وتحضهم على مغادرة العش قبل أن يكتمل نمو أجنحتهم. فمن يريد أن يشعر بالطمأنينة على أبنائه عليه أن يعلمهم الاستقلالية لكن بالتدريج، وقبلها عليه أن يربي الثقة بأنفسهم. وأكثر شيء يربي الثقة بالنفس أن تطلق العنان لابنك عشان يجرب تحت عيونك وتكون أنت سند وهو صغير، ثم ترفع يدك بالتدريج كلما كبر. لكن علينا أن نتذكر أن الثقة بالنفس لا تنمو بشكل سليم في أجواء فقدان الأمن النفسي. الاستقلالية مع الثقة الضعيفة تعني الاضطراب وتعني السلوك المعوج، أما الثقة بالنفس مع الشعور بالأمن فهي التي تبني الاستقلالية عند الطفل، وهي التي تمكن الطفل أن ينطلق في هذه الحياة بشخصية سوية. لذا هم وحدهم الآباء الحكماء الذين يتركون في نفوس أبنائهم شعورا بأنهم موجودين في المقصورة الأخيرة لقطار الحياة طالما أنهم على قيد الحياة. هذه الفكرة هي التي ستحقق الشعور بالأمن على أرض الواقع، وسيشعر الأب والابن عندها أن الأمر في غاية اليسر. فإن استغاثك الطفل، استغاثك ابنك، طلب منك نجدة، طلب منك أن تحضر، لبي لبي هذا الطلب، لأن هذا هو ما سيجعله على يقين من أنك قريب منه. عندها سيشعر بالأمان، عندها ستزيد ثقته بنفسه ويتعلم بالتالي الاستقلالية. وينبغي أن نؤكد على أن هناك فرق كبير بين أن يكون ابني أو ابنتي على يقين من وجودي في المقصورة الأخيرة إذا احتاجني وجدني، وبين أن أحشر أنفي في حياته فأمنعه من تعلم الاستقلالية وأضعف ثقته بنفسه. لذلك من الحكمة أن نؤكد على أن الشعور بالأمن بالنسبة لكل البشر وطبعا للأطفال خصوصا هو كالماء والهواء وضوء الشمس بالنسبة للنبات. فبدون هذه العناصر الثلاث لا يمكن للنبات أن ينمو بشكل سليم. نفس الشيء الثقة بالنفس حتى يكتمل بنائها لابد من شعور الطفل شعورا قويا بالأمن باعتباره أهم العوامل التي تبني هذه الثقة، بل تساعد أيضا في استمرار وجود هذه الثقة وزيادتها مع الأيام. مما يضعف الشعور بالأمن كثرة التهديد والوعيد، والله غير أسوي لك، والله غير أعمل لك، وكذلك كثرة العقاب وبخاصة البدني كالضرب وسواه. ومن المؤكد أن العرب حينما كانوا يرسلون أبنائهم إلى البادية من سن مبكرة كان لهم هدف، وهو إكساب هؤلاء الأبناء صفات الصبر، الجلد، الاعتماد على النفس، الاستقلالية التي ستكون محصلتها النهائية زيادة ثقتهم بأنفسهم. ويبدو أن اكتساب هذه الصفات بقيت ولا تزال كهدف عند شريحة من الناس من الحريصين على أن تكون شخصيات أبنائهم سوية فعالة. فاللي أنا أعرفه في العديد من المدن الكبرى في العالم العربي في شريحة من الناس وبخاصة التجار يرسلوا أولادهم عند أصدقائهم التجار في الإجازات الطويلة من بداية المرحلة الابتدائية وأحيانا إلى يعني سن متقدمة حتى يتركوا لوحدهم. وأحيانا كثيرة التجار اللي يشتغلوا عندهم يتعامل معهم باعتبارهم يعني موظفين، إذا كان يحتاج للتوجيه وجه، إذا كان يحتاج للتعزيز عزز. والرواتب التي تدفع لأمثال هؤلاء الأطفال كان الآباء هم الذين يدفعونها. كل هذا الهدف منه تنمية الاستقلالية عند هؤلاء الأطفال وزيادة ثقتهم في أنفسهم، لكن في أجواء آمنة تشبع الأمن لديهم وتبعد عنهم القلق الزائد. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. غرس طيب للورى جانا بالخلق الفضيل، نحو هامات الذرى فيه برهان الدليل. من إلى الحق برى لا يهاب
مستحيل دون أحلام الكرام يرسم المعنى الأصيل ضيف أنسام سرى يغمر القلب العليل فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل.